عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي. عملت ايه في المدرسة النهاردة؟ الحمد لله، كل الأساتذة مبسوطين مني في المدرسة. الحمد لله، يستاهل الحمد. أنا عاوزاك ربنا كده يفتح عليك وتبقى زي دكتور الوحدة الصحية. قال العمدة ما وافقش على الوحدة الصحية عشان خاطر الانتخابات، عشان يقولوا قلبه طيب. ده هي تقطع العفش والكل. بزوركم خبزة. عشنا وشفنا رجل البر والتقوى. والله يخيل عليك الساقع يا قليل العاقل. احنا مالناش صلح بحد يمه، حن عليكي خليها في حن. ما انا في حالها، شايفني بعقد الناس بالطوب؟ ما تهمي بينا يا عليا، اتأخرنا بزيادات يا عاد، ما نقصكيش. انا مش عارفه ايه حكايه دياب ود العمده دي، كل يوم والتاني ينطلنا عند المدرسه. بيبقى معجب بيكي عليا، واد عمده حته واحده. السلام عليكم. انت عاوز منينا ايه؟ الهداوة عليا يا رشيد. عاوز ايه منكم غير كل خير؟ ازيك يا عادل؟ خير يا دياب. خير ان شاء الله. بس امانة ما تزعلي مني، انا عاوز اتكلم معاكي كلمتين على جنبك. انت اتخبطت في نافوخك ولا اتخبطت في نافوخك؟ اوعى تكون فاكرنا من البنات اللي عم تتصرمح معاها. بالهداوة عليا يا رشيدة خيتي. قلت ايه يا عالي؟ يلا بينا يا عالي. شفت انا جبت لك ايه؟ ايه دي؟ غوشة قشري؟ قشري؟ ده انا لو اطول اجيب لك الدنيا كلها وارميها تحت رجليك، بس انت ترضي. انا بحبك يا عالية. حبة قرد مسلسل بستين سلسل، غوشتك خليها لك. انجري قدامي. لا، الحكاية كده ما بقاش يتسكت عليها ابدا، لازم تسكيها على نافوخه عشان ما يعودش هنا تاني. وانا كنت وليت امره. طب يلا شهلي شهلي، احنا اتاخرنا. امشي الاحضر لبقك ده، امي لو شافتك هتطين عيشتك. يلا اتاخرنا. يلا تصبر نفسك، اخواتك عوجوا قوي، قلبي مش مطمن. يما زمانهم معودين. اكده يا عليا، اكده يا رشيده، طبعا ما تعاودوا اشوف وشكم. يما ما تلاقيش كده، هما ما بقوش صغيرين، كبروا. البت لما تكبر تكبر عيلتها. انا ما قدراش استنى، انا هقدم عليهم وانت غف الدكان. تقدم عليهم فين يما؟ ان شاء الله اروح لهم المدرسه حتى. اه رجع. وكمان جايين تتمشكعوا؟ هم يا بت، ايه التاخير ده؟ ايه التاخير ده؟ نعملوا يعني في المواصلات؟ فين وفين لما لقينا عربيه اجره نعوضوا بيها؟ وش معنى انت اللي ما تلقيش عربيه اجره تعوضي بيها؟ ما العربيات ملقحه ما لقاش اللي يركبها. اهو اللي حصل. وبعدين احنا ما بقيناش صغيرين عشان تخافي علينا كل ما نعوبه شويه. نطحيني عاد وردي عليا راس براس يا بنت. عليا ما تقصدش يما. ولا تقصد؟ تلقاها بتقول امي ده ايه ست جهله، وانا في المدارس اركب ودلد الرجلية. ما تقوليش اللي ما قلتهوش، ولو خايفه علينا نعوجه تاني ابقي هات لنا عربيه بسواق نروح ونعوضوا بيها. عربية بسواق؟ كانك عيارك فلت يا بت. ده اللي ما يبصش من غربان يبقى عمى يا غبية. دي عيشة بقت تجرف. أنا عيشتي بقت تجرف يا خلبة أنتي؟ عيشت أمك بقت تجرف؟ ما تزعليش منها يا أم. خلاص يا حسن، ما عادش يجي مني. عليه العوض ومنه العوض. عليه العوض ومنه العوض يا ربي، عليه العوض ومنه العوض. إيه الكلام اللي أنتي قلتيه لأمك ده يا علي؟ وانت مالك انت؟ مالي كيف؟ ده بدل ما تقولي امي هتتعب وتشجع علينا وحرمها نفسها من كل حاجه،
عشان تعلمنا وتصرف علينا؟ ابوك لو كان عايش كان عامل زيها واكتر. الله يجازي اللي كان السبب. عيب عليكي الكلام ده. تكونش انت اللي هتعلمني العيب يا مفعوص انت؟ انا مش مفعوص. ولا تكونش هتعمل عليا راجل؟ ايوه انا راجل يا عالية. طب اتفضل يا راجل عشان عاوز ارتاح. اجل يا عالية وبلاش تفوري دم امك كل شويه، حرام عليكي. واخرتها معاك يا عالية. انا ما نقصكيش وانا ما هسكتش عاد. قصدك ايه؟ قصدي دياب واللي بيعمله ورمح وراكي قدام المدرسه. انا هقول لامك عشان تقطع رجله عنك. لا يا رشيده، انا ما نقصاش مصايب مع العمده وولده. احنا مصدقنا انه شال امك من راسه وامك بتجد في حالها. يبقى لو دياب جالك المره الجايه عند المدرسه تسكيه وتحرميه يعمل كده تاني. حاضر. ما انا الحيطه الواطي بقيت اخد اوامر من كل دلوك. تعريش نفسك يا نصرح، بنتك ما تقصدش اللي قالته. ليه؟ بترضع في صباحها؟ لا تقصد، هي بتنكش بمنكاش على اللي ينكد على امها ويزعلها ويفور دمها وتعمله. ما عرفاش اعمل معاها البت دي يا خال، ما عرفاش. قلت لها صوابع العشرة شام عشان ترضى، ما بترضاش، هي قلبها بكسور. لا حول ولا قوة الا بالله. هدي نفسك يا بنتي، لا حصل لك حاجة، لا هتنفع روحك ولا هتنفع عيالك. الله يسامحك يا بنتي، الله يسامحك يا عليا. ما مخليانيش عارفة انام، بتجليني على نار، ما عرفاش تعمل فيا ايه البت. اللي حصل ده يا بنتي امر الله، ولا راد لقضاء الله. اجيبك منين يا يوسف؟ اجيبك منين؟ ولا يوم من ايامك تريني معاك كنت عايشه في نعيم، ما كنتش دريانه يا واد عمي. بقول لك يا نصرة، لو رجع الزمن بيك تاني ما هتخليش يوسف يشهد؟ لا يشهد، شهدت الحق، الله حق، واللي فيها تجيبه. الا يشهد دي يشهد. العبد هارون وحبيبكم مين؟ العبد هارون انتخبوا مين؟ العبد هارون وحبيبكم مين؟ العبد هارون انتخبوا مين؟ العبد هارون. في قصص الليالي في الساق عادي انتخبوا لهلا يرجعكم يا بعد انتوا والعمده. اقعدوا يا اولاد اقعدوا. بقول لكم ايه، كسوه الصيف تتوزع على اهالي اليمين الجايين دول في البلد والبلاد اللي حوالينا، وكل يوم يندبع عجلين في كل بلد في الدايره بتاعتنا والمركز كمان. ايوه يا ابوي، بس كده كتير قوي. احنا هنفضل على الحال ده لحد ميت. الناس اللي سلفوا منيك الفلوس ما سددوش منها حاجه لحد دلوقتي. هانت يا حمدان هانت، كل يهون عشان المجلس. بقول لك ايه يا حمدان، انا عاوز اعمل شادر انتخاب الاسبوع الجاي عشان ناوي اعزم سكرتير المحافظ والجماعه بتوع المجلس المحلي، وعايزك تتولى الموضوع ده بنفسك. حاضر يا ابوي امرك. معلش يا حمدان بتقل عليك اليمين دول يا ولدي، التجاره والانتخابات. معلش يا ولدي. اهو كمان قايم بشؤون العموديه، بعد انت ما بقيتش فاضي، اهو فرصه حمدان يتدرب على شغل العموديه. ايه الكلام ده دياب؟ بعد الشرع على ابويا يا اخي. يا دياب مخ تقيل انت. اخوك يقصد يعني ان شاء الله بعد ما اكسب الانتخابات مش هبقى فاضي للبلد والعبودية. بركة فيك يا حمدان. ايه قولك يا واد؟ انا هخليهم يعملوك عمدة رسمي بدالي. والله انا خايفة يا عمدي لا يطلع نكبك على شوني. قصدك ايه؟ قصدك ايه يا زاهية؟ تخسر الانتخابات وفلوسك اللي عمال تصرفها عمال على بطال تروح على الفاضي. فال الله ولا فعلك يا شيخ. يا ساتر عليكي، انا طالع نام. ايه يما، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اهل الانتخابات دي ليك انت بالذات مصلحه. اشمعنى؟ شغل ابوي ومن السياح كايت الواد يحيى. بكره يعاود ويفتكره، وخصوصي لما يكسب الانتخابات ويبقى حضره النايب المحترم ويتمرع علينا بزياده. عشان كده عايز ابوه يسقط في الانتخابات، وعمال اقول له كلام يكسر مجاديفه. حمدان روح لمرتك، روح لمرتك وشوف طلباتها، لا تكون عاوزه حاجه كده ولا كده ولا كده وبعدين تزعل منيك. ماشي بالاذن. صالح بوي ازيك يا ولدي؟
تمام الحمد لله. مش عاوز حاجة؟ ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تروح لوكسور ميتة يا عمي. ده مالك انت بت